ونكون مع الله عز وجل في الابتلاء. هنا فين خصنا نستحضروا هذه المساله. النبي عليه الصلاه والسلام قال لي كلا ان معي ربي سيهدين، ما قالهاش لي هما يلاه خارجين من مكه، قالها لي تما وقالها لي في طريق الهجره ملي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام تيشوف ان سيدنا ابو بكر تيمشي على اليمين شويه، تيمشي على اليسار شويه، تيزيد لقدام شويه، يرجع للور. فقال لي ابو بكر يعني هون عليك مالك؟ قال لي يا رسول الله، قال لي اتي عن يمينك فاخشى ان تؤتى من شمالك فاتي عن شمالك، فاتذكر العدو المتربص فاتي من امامك، ثم اتذكر الطلب يعني اللي تابعنا فاتي من خلفك. يعني يا رسول الله ان مت انا مات ابن ابي قحافه، اللي هو ابو بكر الصديق، ان مت انا مات ابن ابي قحافه يعني رجل من الناس، لكن ان مت انت فمات رسول الله عليه الصلاه والسلام. فما نقدرش هذه ما نصبرش عليها. عاود قال لي المره الثانيه، قال لي يا ابو بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. من يطالع السيره في غير ما كتاب قد يجد ان هذه اللفظه قد قيلت في الغار وقد قيلت في ذا، ولا يستغرب ان تقال في المكانين، وكلاهما مكان ابتلاء ومكان تمحيص. انا تمرتي تبدو الرجال اذا في الابتلاء، والابتلاء قضيه الابتلاء جينا نهضروا عليها. تصور عاوتاني غنعاود نرجع لنفس المساله، كيقول لك راه واحد السيد مسكين راه تبتلى بواحد المرض، ياك كنسمعوا هذه الهضره هذه صحيح يا صحيح. كيقول لك هذاك السيد راه كانت عنده شي بيعه وشريه، وفحال الناس مثلا فاس اللي وقعت لهم ذاك العافيه اللي شعلت في السوق ديال الرصيف، نسال الله عز وجل ان يعوضهم خيرا، وكل مسلم اصابته جائحه سواء في ماله ولا بدنه ولا اولاده الله يعوض الجميع خيرا. كيقول لك راه تبتلى مسكين راه شعلت لي العافيه في المحل، كيقول لك هذاك راه مسكين تبتلى راه توفى لي هذاك الوليد. هذاك راه المفهوم ديالنا الابتلاء بدينا تربطوه بكل ما هو يعني يكون من اقدار الله المؤلمه، في حين ان الله عز وجل في سوره الملك والانسان الله يرضي عليكم حاولوا تبداو تاملوا شي شويه في هذيك الصور التي وردت فيها بعض السنن. مثلا ان من السنه ان يصلي الامام مثلا بالناس في صلاه الصبح يوم الجمعه الركعه الاولى بالسجده والركعه الثانيه بصوره الانسان. في الجمعه من السنه ماشي بشرط انه يواظب عليها وكذا، لكن مزيان ان يصلي في الركعه الاولى بصوره الاعلى والثانيه بصوره الغاشيه. من السنه ان يقرا في يوم الجمعه وليلتها بصوره الكهف. هاد الصور هادو مره مره الواحد يجلس مع راساتو ويقول علاش جات السنه بهاد الصور؟ شنو اللي فيهم؟ شنو هو الخيط الرابط اللي بيناتهم؟ علاش تيتكلموا؟ هي صور مدنيه، صور مكيه، اسباب النزول؟ يتامل الانسان شي شويه في هذه المساله. من بين الصور التي جاء فيها بعض الفضل صوره الملك، وجاء من فضلها وهذا من الامور اللي مفرطين فيها الله يغفر لنا ان يقراها الانسان قبل النوم. مره مره الا قدر يواظب عليها مزيان هي 30 ايه. انا كنقراو كل شيء، نبقاو شادين الفيل داكتواليتي ديال الفيسبوك، نقدروا نبقاو شادين حتى ساعه الا ربع ما كاينش اشكال. وتقول بنادم تقول ليه 30 ايه في سوره الملك يعني شفعت لصاحبها حتى انجته من عذاب القبر، كتقال لنا على لسان الله يغفر لنا. سوره الملك باش كتفتتح؟ تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، يملك كل شيء، كل شيء. مزيان اش كيقول القران؟ هو الذي خلق الموت والحياه لي، الله ينوركم ليبلوكم. اذا حياتك انت كلها ملي كيبدا يجري عليك قلم التكليف، وقبل منها انا كندير قلم التكليف على اعتبار ردة الفعل ديالك اللي غتحسب عليك حسنات وسيئات. ملي كيبدا يجري عليك قلم التكليف حتى يعيط عليك المنادي يقول لك الله يجعلنا وياكم من اهل هذا النداء، يا ايتها النفس المطمئنه ترجعي الى ربك راضيه مرضيه، هنا ملي كيسالي السيلو حمراء كتبقى حتى حاجه كتحسب عليك. هذا الشيء كله ابتلاء. ما كنسمعوش الناس كيقول لك وهذاك الراجل المسكين راه تبتلى، واحد البيعه والشريه ضرب فيها واحد 300 مليون. انت كتسنى مشات ليه؟ هذا هو الابتلاء. لا 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 جاب لي الله 300 مليون. اش قال سيدنا سليمان؟ قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر ام اكفر. اذا الشكر ابتلاء والكفر ابتلاء، يعني كفر النعمه. اذا مفهومنا للابتلاء لا بد لنا من اعاده ضبطه. الابتلاء راه ماشي هو تمرض، راه اللي بصحته راه حتى هو مبتلى، هل سيؤدي شكر تلك الصحه ولا لا؟ ياك ملي محطنا الكوفيد ونعسنا النرض ودينا كنقولوا العام نوض شان ندير القيام الليل وتتنوض وكتلقى راسك صلاه الفريضه واش حافظت عليها ولا ما حافظتيش عليها الله يتقبل. لا 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 ما يمكنش نوض من هذه، يستحيل نخرج بشعري مطلوق للزنقه ابدا. الحجاب ان شاء الله تعالى صافي
هاك سميتو تولي في الموقفه ونمشي ندير شي بروشي نقول هو هذاك باش نتقاد مزيان، والواحد يبدل شويه الجو يحيد عليه نيت الهواء ديال المرض وكذا مفهوم. وانا لي الابتلاء شويه خصو 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 تعديل في التصور، خصو اعاده الضبط في التصور، والله الا خصو اعاده الضبط في التصور. كتقول لي حق راه هذاك المراه وداك الراجل راه مبتليهم الله عز وجل، ما عندهمش الوليدات. ايوا راه داك الاخر اللي عنده الوليدات راه هو مبتلى، ولعل ابتلاء الذي عنده شيء من العقم يكون اقل من ابتلاء ذلك الذي عنده الاولاد، لان هذاك اللي عنده العقم ما تيولدش راه يمكن ان يفوز باجر تربيه الاولاد بنيته. قل يا ربي كن عطيتني الوليدات عزما وصدقا كنطرب بهم على حفظ كتابك ويطلعوا من الطلبه النجباء المجدين اللي ينفعوا الامه في مجموعه من التخصصات وحافظين القران ودارين ودارين ودارين، وهو ما عنده حتى شي ولد الله عز وجل ياجره على نيته، كي قال في الحديث فهما بنيتهما فهما في الاجر سواء. ولكن هذاك اللي عنده الوليدات، شوف الله يرزقنا واياكم الذريه الصالحه، بعدين انتم نديماروا معكم الله 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 يجوزكم معنا والطلبه مجموعين سنديروا معهم، والله يرزقكم الذريه الصالحه. ملي كرمكم الله عز وجل ان شاء الله تعالى بالوليدات غتعاود ترجعوا ان شاء الله تعالى وتفهموا كلامي هذا ديال الابتلاء في الاولاد. راه ولدك كتبقى غادي انت وياه شاد ليه من يدو، دوزوا من حدا شي محل يدوزوا من حداه، طالق شي مورصو ديال الهشيك بالشيك غتلقى ولدك حفظها، وتقب دماغك باش يحفظ لك الفاتحه، صراط الذين ولا الضالين امين. يا ولدي رجع الله يرضي عليك، تبقى طالع معاه بالفاتحه وهابط معاه بالفاتحه، شوف واش يحفظها ولا ما يحفظهاش. اغنيه يقولها ليه واحد صاحبه في المدرسه في قل من ربع ساعه ديال الاستراحه يجي شادها لك سيمانه، ابتلاء. وسولوا الناس اللي عندهم الوليدات، والله العظيم ابتلاء ما يمكنش تخيلوا. الفلوس ابتلاء، هذاك اللي ما عندوش فلوس اودي خايت الله يجيب شي 100 مليون نفقوها في سبيل الله، هو يجالس في داره والله عز وجل يأجره على نيته. واحد عنده هذيك 100 مليون اكيد يماري بها ما 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 كيعقل على حتى حاجه، ولكن تقول لي هاودي راه محتاجين واحد الطفل مثلا الوضعيه ديالو مضعضعه ومحتاج نديروا ليه مثلا واحد العمليه غادي تكلف 3 المليون ماشي 100 مليون، تكلف 3 المليون، كيبقى يضرب لها الحسبه وعندك وكذا ومنين طلع ومنين تهبط واش يخرجها ولا ما يخرجهاش الله اعلم. كاين اهل الفضل والخير، انا كندوي على الاخر. اذا كل مناحي حياتنا كلها ابتلاء، وعلينا ان نعيش في معيه الله عز وجل من خلال هذا الابتلاء. قناة الأنس الفضائية، ويحلو الأنس مع قناة الأنس.